إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل اچھی بات کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. الله أكبر، ما شاء الله. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، إذا زلزلت الأرض يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم.